أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بعدما أدخلت جملة من التعديلات الجوهرية على القانون الجديد، حيث تم إلغاء بدل المثل في القانون السابق، وأوجب المجلس على الحكومة إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة. أهم شروط القانون والنص القانوني أن يكون قابل للتطبيق، واضح، وتكلفة تطبيقه معقولة. الآن لما نقرأ هذه الفقرة نقول مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للأجارات المؤجرة قبل 31/8/2000، يعني نحكي من الخمسينات والستينات، وبدنا نبدأ نصير نحسب في كل حالة ببدلات الإيجار. مواطنون تباينت آراءهم حول مشروع القانون الجديد، حيث رأى البعض أن هذا القانون مناسب بما يكفل حقوق المواطنين ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر. في الحقيقة ما اطلعنا عليه من قانون المالك والمستأجرين والذي تم مناقشته في مجلس النواب، الحقيقة هذا القانون أثلج صدور كثير من المواطنين بحيث كان يمتاز بالعدالة، وهذا ما يسعى إليه المواطنين عامة. نتمنى أنه هذا القانون إن شاء الله يحقق العدالة للمستأجر وللمالك، ويكون هناك في عدالة بإذن الله، ونتمنى التوفيق للحكومة. منيح يعني، كويس، مفيد للشعب. مهما عملوا قوانين مش ممكن انها تيجي متطابقه مع جميع الاطراف، لا المالك ولا المستاجر. فنتمنى انه يكون هذا القانون توافقي ويرضي الاطراف جميعا. اما البعض الاخر راى ان اقرار هذا القانون مجحف بحق المستاجر، وان المالك هو الوحيد المستفيد من هذا القرار. قانون يعني في علينا اجحاف، يعني انا اجاري زاد 3 مرات وثلاث اضعاف، وبعد الثلاث اضعاف صار فيه المثل كمان زاد مبلغ. يكون لازم القانون يكون احسن من هيك، معدل لترضي الطرفين، مش يكون القانون ظالم بس. وهي هذه لصالح المالكين مش المستاجرين. بيستفيد منها المستاجر، بيستفيد منها شويه يعني. بالنسبه لي انا مستاجر، صاحب الملك حكى معي من لندن كنت ادفع 140، هلا بدي ادفع له بكره 170، هي رفع 30 دينار مره واحده في الشهر. انا بالنسبه على المواطن في ظل هاي الاوضاع اللي بعيشها اتوقع انه مش مليح، يعني حتى لو كان نسبة مئوية كانت أخذوها قديمة من قبل 2030/8/2000 قبل، إنهم عملوا نسبة مئوية. أنا أتوقع إنه كمان هذا في إجحاف شوي في المواطن، إنهم زادوا عليه الإيجار في ظل هاي الأوضاع اللي إحنا بنعيشها، فإن شاء الله إنهم بعيدوا النظر فيه. بالنسبة للقانون، قانون مجحف ظالم لعدة أسباب. أول شيء بقول لك لا يزال نسبة مئوية، نسبة، ولسه كمان ما حددوا شغله انه كل سنه يطلعك ولا ما يطلعك، هذا معومه لسه، فهمت علي كيف؟ هذا هو لسه مش مزبوط القانون. بعد جدل واسع نيابي بالموافقه على قرار اللجنه القانونيه لالغاء بدل المثل في قانون المالكين والمستاجرين، هل هذا القانون سيحقق العداله والسلم الاجتماعي؟ محمد نواف الفايز، الحقيقه الدوليه.